طب خليني اجي لك يا طه، يمكن نفس الكلام برضه لما جه المدير الفني. ليه بركز على الفتره دي؟ لان الفتره دي كانت فتره صعبه، تغيير جهاز فني وقدوم جهاز فني ثالث للموسم ده، وفي نفس الوقت انتوا كان عندكم امال وطموحات ومش عايزين تطلعوا موسم صفري. جه مدير فني اتكلم معاكم انتوا ازاي في حراسه المرمى؟ ايه الديالوج اللي حصل بينك وبين كوتش داني؟ هو حضرتك اول مدرب ما جه قعد معانا انا وحميد، اتكلم قال انتوا مش مقصرين في حاجه، كلها بس هي حاجات بسيطه يعني غلطات بسيطه جدا انتوا بتغلطوها، بس انتوا جوان كويسين طبعا، جوان ليكم مستقبل كبير. لنا الفتره الجايه انتوا هيبقى عليكم اللوم، يعني لود زياده، عشان انتوا خلاص احنا داخلين اهم بطولتين صحيح في السيزون، وبالذات يعني بالذات كمان بطوله السوبر. قال لنا بصوا انا يعني هعمل لكم كل حاجه، هيأكوا كل يعني خليكم توصلوا للمرحله اللي انتوا توصلوا في الماتش ده، اعلى حاجه وصلتوها في السيزون، فالحمد لله. طب ايه الحاجات البسيطه اللي قال لكم انتوا ناقصاكم؟ يعني هل مثلا ناحيه بدنيه، تركيز، ناحيه فنيه، يعني ايه برضو الفنيات برضو بنحب نعرفها ونحب نلقى عليها الضوء لان جمهور النادي الاهلي مهتم بيها جدا. الفنيات هو ما دخلش فيها يعني ما دخلش فيها كتير، بس هو كابتن مدرب الحراس معانا كابتن خالد عثمان قعد معانا لنا، يعني بقينا نقعد خلاص بقى واحنا في المغرب، كان نقعد قبل الاجتماع الفني مع كابتن داني قبلها بس نص ساعة ساعة، نقعد نتفرج على الماتشة اللي فاتت، ممتاز. الماتشة اللي خسرناها كمان، قالنا بص غلطاتكم هنا، ورينا اللي احنا كسبناها واللي خسرناها، فقالنا بصوا الفرق بين دي يعني الكرة دي والكرة دي، بقينا نتفرج على الفيديوهات اعتمد على بقالي الفيديوهات زمان بشكل كبير. طبعا، اعتمدنا طبعا الفيديوهات في الفترة دي، فالحمد لله وصلنا الماتش قارين كل حاجة في الملعب، عارفين احنا المفروض نعمل ايه، الكرة دي هنعمل فيها ايه، مين بيشوط، هنعمل مع ايه، حتى الدفاع قعدنا معاهم كمان، قعدنا مع كابتن مصري واللي بيدافع في ثلاثة كلهم، انا مع اللعيب ده هعمل له كده، انت هتعمل كده، بدأ يبقى في بقى ديالوج في الدفاع خاصة. كل بقى ايه يعني كلنا مرتبطين، الست اللي بيدافعوا قدامك انت اصلا اللي هيعملوه، انت هتعمل الاكشن بتاعك عليهم طب يعني انت وقفتك على الاكشن الدفاعي، بالظبط. يعني بدأ يبقى في ديالوج ما بين الدفاع وحارس مرمى. بالظبط، انت مش واقف عشوائي وخلاص، لا انت واقف بناء على تحركات معينه في الدفاع هتاخد زاويه معينه. بالظبط، هو دارسها اول ان انت نتيجه تحركاتنا الدفاعيه دي ممكن الزاويه دي تتفتح، فانت بالظبط لازم تكون في الزاويه دي لان الكره هتجي لك هنا. صح، والكلام ده لقيته في الملعب في اتحقق. طبعا بقيت انت خلاص انت ما عندكش لود، انت في مهام خلاص، انت بقت المهمه بالنسبه لك انت الكره دي ما تخشش بس، هايل. انت هيوصل لك اللعيب اللي انت الكره خلاص سهله بالنسبه لك، بس انت كمان اخر خط دفاع خلاص، انت لو الكره عدتك مفيش خلاص مجون. طب بس قول لي، انا شفتك في كور في الماتشين اللي فاتوا الفاينل هنا وهنا بتواجه الدفاع، يعني شفتك انت او يعني الحقيقه حميد كمان بتوجهوا الدفاع، يعني يمكن المواضيع دي ما شفناهاش كتير، لا خلي بالك، لا اقف، لا يعني طب يعني ايه، هل ده كان كلام متفق عليه ولا ده كان نتيجه حماس في حماس الملعب؟ طبعا في الملعب، عشان احنا كنا في على ماتش السوبر احنا رجعنا بالسكور، فاما فرقوا 3-4 لا لازم نتكلم معاهم خلاص، لسه بدري، هنعدي الكره دي، لازم نشيل كره وكورتين يعني كان احنا فوق، طبعا اللي احنا خلاص اللي احنا نجيب جوان سهله كمان يعني يفوقها، عشان احنا نحط فاست بريك سهل، احنا عايزين نوصلهم ان هم يعني ما فيش يعني هناك الجو كان صعب طبعا طبعا، ما فيش هواء، ما فيش اللي انت مش هتستحمل، اللعيبه مش هتستحمل يفضلوا يخبطوا في يعني في بعض 60 دقيقه، اكيد حد هيقع من كتر التخبيط، وما فيش هواء ولا اي حاجه، فاحنا كنا عايزين نوصلهم من المرحله اللي هم يجيبوا جون سهل، حتى على فاست بريك مره واحده على الموجه الثانيه، كنا احنا دي الفكره اللي كنا عايزين نوصلها بس او نعدي بيها ماتش السوبر، ونجحنا في الماتشين على ونجحنا فكره، الحمد ماتش لله. السوبر وماتش كوس، احنا كنا افضل وكنا اقرب، ولكن هي دي الرياضه بس.